زوريت ما يسمى، كنشكركم على المتابعه في هذه القناه هذه ديال طاليس دراير والقناه ديال تومات حميد 80. وحبيتو قصيره غير باش نسوليني واحد الشابيتر اللي بزاف الناس واقيلا ما شافوش، نحاول نشرح هاد الشيء انايا اللي كيبان لي مهم، اللي هو هاد التجسس اللي دار المخزن العلوي على الصحفيين والوزارة والمسؤولين، حتى المسؤول الكبير كيكون حتى الرئيس الفرنساوي حتى هو يقدر يكون داروا له هاد التجسس هذا في التليفون ديالو. وهنا القضية كتبين واحد الحاجة أخرى، باللي فرنسا اليوم ما كيهمهاش شكون اللي كيجسس عليها، و سورتو الا كان العلوي ولا المخزن ما خصهاش ضر المخزن، حيت المصلحه اللي عندها في المغرب راه شاده المغرب من الشمال حتى الجنوب. يعني الا مشات حتى كي تدير شي تكبر القضيه يقدر يكون هي النهايه ديال العلويين، وفرنسا ما باغياش هذا الشيء هذا. وهذا الشيء علاش كيخرجونا هاد اللي هاد العناوين بحال هادو، ها كيقول لك افير بيغازوس لو روي دي ماروك لو ميم سيبل ديسبيوناج، واش هي كيقول لك الملك المغرب حتى هو وقيلا داروا له تجسس في التليفون ديالو. راه كتشوف هنا مول القفطان الروز مع ولد خالد فكري كيسلم على هنايا على شي شفار اخرين، وكيبين لنا باللي فرنسا اللي ما بغيش تكبر القضيه باسكو المصلحه ديالها في البلاد ديالنا ما كتسمح لهاش. وكيخرجونا هاد العناوين هادو باش يقولوا باللي راه المخزن العلوي ماشي هو اللي درنا تجسس، راه داروه واحد لابارتي اخرى، واحد الفئه ديال المخابرات المغاربه هما اللي داروا هاد التجسس هذا، ولكن بلا اخبار ديال المسؤولين ديال البلاد، وبلا اخبار ديال مول القفطان اللي هو محمد السادس. هنا هاد الشيء هذا كيبين لنا واحد الحاجه مهمه، كيبين بلي فرنسا تقدر تضحى بالصحفيين ديالها بشي بعض الوزاره وحتى بالرئيس الى خصها هي تبقى في المغرب، حيت عندها المصلحه في المغرب وعندهم لي دوسي في المغرب، لو دوسي ديال لي بيدوفيل اللي كيتشدوا سنويين في لي زوتيل في مراكش ولا في اكادير ولا في ما في المغرب، كيتشدوا تما الصحفيين، كيتشدوا تما الوزاره فرنساويين مع الدراري الصغار، والمخزن راه عنده الملفات حتى كي حتى ما يصب حتى فين يديرهم، وتسجيلات عنده حتى ما يصب حتى فين يديرهم. دوك ماشي في المصلحه ديال الدوله العميقه الفرنساويه باش تهرس اليوم النظام العلوي، واخا الا كيتجسسوا عليهم واخا يديروا اللي يديروا. انا مأكد باللي الا غدا الا مشى حتى كي المخزن العلوي دار واحد الزعم يمشي يدير واحد اتاك على شي جزيره فرنساويه في البحر باسيفيك ولا على كورسيكا ولا، فرنسا ما غاديش تحرك باسكو راهم شادينهم بلا بكسميتو، وما ما خصهمش هما النظام العلوي يطيح، ماشي في المصلحه ديالها. باسكو عارفين الا مشات حتى كي تفضحت القضيه هاد القضيه بيغازوس راه غادي تولي واحد سنودن بيس، غادي تولي واحد القضيه ديال سنودن اخرى، والعالم كامل غادي يعرف بلي واحد الدوله بتيغ موند، يعني واحد الدوله فقيره كما كتسمى افريقيه ولا شمال افريقيه اللي بالعالم الثالث كما كيقولوا، عنده كيجسس على واحد الدوله اللي هي القوة السادسة في العالم. سوف ندير هاد القضية بيغازوس راه واحد في الصلاحة، راه واحد فضيحة كبيرة الدولة الفرنساوية، وخا هكاك
ما باغياش تكبر القضيه وكتحاول تصغرها وتحاول على ما قدت تخرج الملك من هاد القضيه هذه باش تردو حتى هو الضحيه ديال واحد الفئه ديال المخابرات مخزنيه ولا مخابرات عسكريه ولا كما بغاو. نقرا معكم هذا المقال هذا. Alors que plus de 6000 numéros appartenant à des journalistes ou des militants des droits humains ont été espionnés par le logiciel Pegasus pour le compte du gouvernement marocain, le roi du Maroc et son entourage sont sur la liste des cibles potentielles de ce même logiciel et révèle Radio France, partenaire de Fort Bien Story à l'origine de cette enquête. Voilà. Najak Egolek, Egolek Billy, Stelef, numéro de téléphone, Diel Sahafien, Diel Monadeline. ديال حقوق الانسان جسهم هذاك اللوجيسيال بيغاسوس اللي شراوه على اسرائيل من البرلمان ولا من الحكومه المغربيه والمالك والعائله ديالو هما براسهم محطوطين في هذاك الليستا ديال الناس اللي مجسس اللي كيجسسهم هذاك اللوجيسيال هذاك اللي شراوه على الدوله الاسرائيليه. دونك هنايا واش كيقول لك بلي الملك ماشي هو المسؤول على هذا الشيء وماشي المخزن العلوي المسؤول، راه واحد الفئه ديال المخابرات اللي خارجه على اليد العلويه ولا مخزنيه هي اللي دارت هذا الشيء هذا. انا كنظن بلي حموشي غادي يطيروه، جو كرو بيان، ماشي مأكد. حموشي وقيلا هذا داروا له باش يطيح ولا هاتي هادي سيت اون افير انترن المخزنيه وفرنسا مشاركه في هاد الشيء هذا باش يطيحوا شي رويوس كبار وباش يبدلوهم وقيلا بحال الحموشي، ولكن ما عنديش انا الدليل على هاد الشيء هذا. ولا يتمنى هاد الشيء اللي بغيت ندير، هاد الشيء بغيت نقول في هاد الفيديو هادي، وكنحييكم ايوزيكم تميرت.